سائل يقول: أهلي في بلدي يذبحون للأموات ويستغيثون بهم وأنا أنفق عليهم، وإذا نصحتهم لا يسمعون لا يستنصحون، فماذا أفعل؟ أديت الذي عليك، والإنفاق إذا احتاجوا أنفق عليهم، أنفق عليهم. صاحبهما في الدنيا معروفة، كما قال الله جل وعلا: وإن جاهداك على أن تشرك بي فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة، ومن المعروف الإنفاق عليهما إذا احتاج. نعم.